السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح ميزة رائعة جدا على الويندوز 11، وهي عملية إرسال واستقبال الملفات من خلال خاصية البلوتوث. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. في البداية، فالعملية تنطبق أيضا على الهاتف، يعني يمكنك أن تقوم بإرسال واستقبال كما قلنا الملفات أو الصور أو فيديوهات أو غيرها من الهاتف إلى الحاسوب ومن الحاسوب إلى الهاتف، والعكس صحيح. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بشرحه إن شاء الله في هذه الحلقة. أول شيء سوف نقوم به نتوجه إلى أول شيء يجب عليك معرفته، هو هل خاصية البلوتوث موجودة على الحاسوب الخاص بك؟ هل بها مشكلة معينة؟ كل هذه التفاصيل سوف نقوم بالتوجه إلى ستار بهذا الشكل، نقول عليه بضغطة زر أمن ثم نختار هنا ديفايس مانجر بهذا الشكل. نتأكد أن جميع التعريفات وكذلك البلوتوث شغال لدينا. كما تلاحظ هذا هو البلوتوث، فهو يشتغل بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل كما تلاحظون معي إخواني الكرام. جيد، هذا بالنسبة كما قلنا البلوتوث هل هو شغال على الحاسوب أم لا. بعد ذلك نتوجه إلى بار ديطاش بهذا الشكل، ثم نذهب إلى شارت الواي فاي، نقوم بالنقر عليه بهذا الشكل، سوف نجد هنا البلوتوث. بالنسبة للحاسوب الخاص بي، أنا فقط قمت بربط كما قلنا بلوتوث الخاص بي بالهاتف الخاص بي حتى لا أطيل في عملية الشرح. من أجل عملية إضافة أو ربط الهاتف الخاص بك بالحاسوب، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالدخول إلى هذه الميزة من خلال كما قلنا الذهاب إلى شارة الواي فاي، ثم تختار هنا بلوتوث بهذا الشكل، سوف تجده غير مفعل، سوف تقوم بتفعيله. بعد ذلك تذهب هنا إلى More Bluetooth Setting، بعد ذلك هنا سوف يظهر لك خيار كما تلاحظون، فالهاتف الخاص بي فهو مربوط كما قلنا، نقوم بالتوجه إلى الهاتف الخاص بي. بعد ذلك سوف أقوم بعملية سحب كما قلنا الشريط العلوي، ثم نقوم بعملية تفعيل أو التمكين كما قلنا خاصية البلوتوث كما تلاحظون معي هنا. هو البلوتوث الآن شغال على الهاتف وكذلك الحاسوب الخاص بك كما تلاحظون، تم عملية الكونكت كما تلاحظون. هنا يمكنك أن تختار مثلا جهاز الخاص بك أو الحاسوب أو الهاتف الخاص بك، هنا سوف يقوم بعملية Add Device، سوف يقوم بعملية البحث. عندما يتم إيجاد الهاتف الخاص بك سوف يظهر لك هنا، سوف تختاره، بعد ذلك سوف يتم ربط الهاتف الخاص بك بعملية البلوتوث. فبالنسبة لي أنا قد قمت بربط الهاتف الخاص بي بالبلوتوث. الآن كيف سوف نقوم بعملية إرسال واستقبال الملفات؟ تذهب إلى هذا الخيار الذي يظهر في الأسفل View More Device، تقول عليه بهذا الشكل. بعد ذلك سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل قليلا، سوف يظهر لك هذا الخيار الخاص بإرسال واستقبال الملفات كما تلاحظون، Send or Receive File via Bluetooth كما تلاحظون معي إخواني الكرام، تنقل عليه بهذا الشكل. ثم تقوم هنا إذا أردت أن تقوم هنا لديك خاصيتين، الخاصية الأولى Send File، هنا إذا أردت أن تقوم إرسال ملفات من الحاسوب إلى الهاتف، وهذا الخيار الثاني الذي هو Receive File، يمكنك أن تقوم باستقبال الملفات من الهاتف. الآن سوف نقوم بنطبق الطريقة الأولى، ننقل على Send File بهذا الشكل. كما تلاحظون سوف يظهر لك الهاتف الخاص بك، فالهاتف الخاص بك فهو ريدمي اف سي، ثم نقول هنا على نيكست. بعد ذلك سوف نختار الملف الذي نريد ان نقوم بارساله، سوف اذهب الى الديسكتوب على سبيل المثال، او اذهب الى الصور التي اتوفر عليها، لدي بعض الصور هنا مثلا هذه الصوره، ثم نقول هنا على اوبن، ثم نقول هنا على نيكست. بعد ذلك سوف نستقبلها على الهاتف الخاص بنا، نقوم بالنقر على اكسبت. بعد ذلك سوف تظهر لك الصورة التي تم إرسالها لك كما قلنا من خلال نقوم بالنقل على الفيليش. كما تلاحظون الآن قد قمنا باستقبال صورة، هذه هي الصورة، نقوم بفتحها حتى نتأكد من نجاح العملية إخواني الكرام. كما تلاحظون هذه هي الصورة التي قمنا باستقبالها. الآن كيف نقوم بإرسال ملفات من الحاسوب كما قلنا من الهاتف إلى الحاسوب؟
مرة أخرى نختار هذا الخيار الذي هو إرسال واستقبال الملفات، ننقر عليه بهذا الشكل، ثم نأتي إلى الخيار الثاني، ننقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك نتوجه إلى الهاتف الخاص بنا، نذهب مثلا إلى الصور. أنا لدي بعض الصور هنا، سوف أقوم باختيار هذه الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة. قمت باختيار 3 صور، ثم بعد ذلك أقوم بالنزول إلى الأسفل، سوف نجد هنا خاصية سوند، ننقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك سوف يعطينا مجموعة من الأمور التي سوف نحتاجها، كل ما يهمنا نحن فهو بلوتوث. نقوم باختيار بلوتوث بهذا الشكل، ثم نختار الهاتف الخاص بنا. كما تلاحظون الآن ها قد قمنا باستقبال أو قد تم إرسال جميع الملفات التي أو الصور التي قمنا باختيارها. كما تلاحظون قمنا باختيار 4 صور. هنا سوف تختار مكان الذي تريد أن تقوم بوضع فيه هذه كما قلنا الصور التي قمنا بإرسالها من الهاتف إلى الحاسوب. نقول هنا على أوكي، أنا قمت باختيار ديسكتوب. هنا لوكيشن، إذا أردت أن تختار لوكيشن هنا سوف تجد أسماء وغيرها، تنقر على فينيش، وبعد ذلك سوف تضع لك هنا على الديسكتوب. كما تلاحظون فالطريقة رائعة جدا وسهلة لعملية إرسال واستقبال الملفات على الهاتف وكذلك على الحاسوب بطريقة سهلة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.